السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ طبعا احنا خلصنا مع بعض المقرر بتاعنا النهارده، اللي هي اللقاءين، اخر لقاءين هيكونوا خاصين ببعض التطبيقات الاضافيه كمراجعه على المقرر بتاعنا. الحمد لله بخير، الله يكرمك. فالتطبيقات ديت هي استكمال للقاءات بتاعتنا، يعني ما فيش حد يجي يقول طب انا خلاص هركز على لقاءين المراجعه ومش هذاكر الباقي. لا، احنا عندنا 12 لقاء من اول لقاء لرقم 12 مهم. يلا طب نقول كده سريعا، لو جالي حاجات اختياري لما يقول لي مثلا المحاسبه التي تهدف الى اعداد القوائم الماليه وتخدم جهات خارجيه وتنشر قوائمها الماليه، المحاسبه دي هل هي المحاسبه الاداريه ولا محاسبه التكاليف ولا المحاسبه الماليه ولا المحاسبه الحكوميه كمان مثلا؟ نقول لا، الوحيد اللي هيكون له علاقه بالغير وبنشر لهم بيانات وتقارير هي المحاسبه الماليه. هتكون هي المحاسبه الماليه. طيب يقول لي هنا بلغ اعلى مستوى نشاط 6000 وحده واقل مستوى نشاط 1000 وحده واعلى تكلفه 15000 ريال. واقل تكلفه 5000 ريال. بيقول لي من البيانات السابقه التكلفه الثابته تبلغ كام؟ طبعا انا ما ينفعش ان انا اجيب التكلفه الثابته الا لما اجيب الاول التكلفه المتغيره. دي الطريقه الخاصه باعلى وادنى مستوى نشاط. دي الطريقه الخاصه باعلى وادنى مستوى نشاط لفصل التكاليف الثابته عن التكاليف المتغيره. فجيب الاول الجزء المتغير باء، اللي اتفقنا قلنا باء بتساوي اعلى تكلفه مطروح منها اقل تكلفه تقسيم اعلى نشاط ناقص اقل نشاط. اعلى تكلفه 15000، اقل تكلفه 5000، اعلى نشاط 6000، اقل نشاط 1000، يبقى 15 ناقص 5 10000، و6 ناقص 1000 5000، يبقى 10000 تقسيم 5000 بتساوي 2 ريال لكل وحده. طب انا جبت باء، مش انا عندي معادله بقول فيها ان ص بتساوي أ زائد باء س. طب ص دي اجمالي التكلفه وس ده حجم النشاط وباء ده الجزء المتغير اللي انا جبته دلوقتي 2. طيب فاضل لي الف اعوض، تمام. طب اعوض عن الف بكام؟ الف مجهول. طيب باء لسه جايبها ب 2. طيب ص وس، مش انا عندي اعلى تكلفه واقل تكلفه واعلى نشاط واقل نشاط؟ لو انا عوضت عن ص بالحد الاعلى لازم اعوض عن س هي كمان بالحد الاعلى، ولو عوضت عن ص بالحد الادنى لازم اعوض عن س هي كمان بالحد الادنى. الحد الاعلى بتاع ص 15000، الحد الاعلى بتاع ص 15000، يعني بلاش كام سؤال نظري وكام سؤال عملي، ديت يعني متغيره متوازنه ان شاء الله. ص ب 15000 يبقى س ب 6000. 15000 بتساوي أ زائد 12000، يبقى أ ديت هنعوض عنها نلاقيها ب 3000. يبقى أصبحت أ موجودة معايا ب 3000. يبقى الجزء الثابت أ 3000. طيب التكاليف غير المباشرة إيه هي؟ بنقول التكاليف الغير مباشرة هي تلك التكاليف اللي ترتبط بمين؟ بالأنشطة التسويقية؟ لا، اللي يسهل تحديد المستفيد منها ده المباشر،
يصعب تحديد المستفيد منها بدقة؟ نعم، يبقى ديت هي التكاليف الغير مباشرة. طيب السؤال رقم 4، واللي بلغ حجم الانتاج في شهر المحرم 5000 وحدة وفي شهر صفر 6000 وحدة واجمالي التكاليف في شهر المحرم 10000 ريال وفي شهر صفر 12000 ريال. طيب التكلفة دي التكلفة ايه؟ هل هي متغيرة ولا ثابتة ولا مختلطة؟ احنا كنا اتفقنا على الجزئية دي وقلنا ايه؟ لو نسبة التغير في النشاط بتساوي نسبة التغير في التكلفة يبقى التكلفة دي متغيرة. لو نسبة التغير في النشاط اختلفت عن نسبة التغير في التكلفة يبقى التكلفة دي مختلطة. لو نسبة التغير في التكلفة بتساوي صفر التكلفة دي تكلفة ثابتة. طيب النشاط اتغير من 5 بقى 6. لو حسبناه هيبقى 6000 ناقص 5000 تقسيم 5000 عليها بتساوي 20%. يبقى الانتاج حجمه زاد 20%. طب التكلفة كانت التكلفة كانت 10000 اصبحت 12000. يبقى 12 ناقص 10 تقسيم 10 يبقى هي كمان 20%. يبقى الانتاج اتغير او زاد 20%، اتغيرت مع التكاليف 20%، اذا هذه التكلفة تكلفة متغيرة. اهو طريقة الحل، اجيب نسبة التغير في النشاط الحالي ناقص السابق على السابق، 6 ناقص 5 تقسيم 5 هتساوي في الاخر هي 20%. اقارنها مع نسبة التغير في التكلفة الحالي ناقص السابق تقسيم السابق، يعني 12 ناقص 10 تقسيم 10 برضه بتساوي 20%. يبقى طالما التكلفة اتغيرت مع تغير النشاط بنفس النسبة اذا هذه التكلفة تكلفة متغيرة. طيب بقول لي امام احدى الشركات ثلاث بدائل. البديل الاول هيكسبها 30000 ريال. والبديل الثاني السلام عليكم. معلش يا جماعه، هو في بس في مشكله انا بحاول احلها دلوقتي في تحميل الايه الماده. دقيقتين اكون معاكم ان شاء الله. يا جماعه معلش، هو في حل تاني ان انا هشوف الشرايح ديت واحاول انزلها لكم كمراجعه ان شاء الله على المنتدى، بس انتوا تسمعوا الاسئله مني دلوقتي. يعني مجرد بس ان هي الموقع مش راضي يحمل الاسئله. الموقع مش راضي يحمل الاسئله. كان فصل ومش راضي يحمل الاسئله. فهنحاول ان احنا نحل المشكله ديت. وكنا وصلنا عند امام احدى الشركات ثلاث بدائل. البديل الاولاني بيحقق ربح 30000، البديل الثاني بيحقق ربح 40000، البديل الثالث بيحقق ربح 50000. طيب بيقول لي تكلفه الفرصه البديله
50,000، صح ولا خطأ؟ احنا عندنا دلوقتي ايه؟ احنا عندنا دلوقتي ثلاث بدائل، بديل بيكسبني 30، وبديل بيكسبني 40، وبديل بيكسبني 50. بيقول لي تكلفة الفرصة البديلة 50، اقول له لا خطأ، لان تكلفة الفرصة البديلة هي اعلى عائد مضحى به نتيجة تفضيل بديل على بديل اخر. تمام، برافو عليك. يبقى تكلفة الفرصة البديلة هتبقى 40,000. يبقى تكلفة الفرصة البديلة 40,000. يبقى انا هختار الخمسين، يبقى انا ضحيت بالثلاثين وبالاربعين، اعلاهم الاربعين، اذا تكلفة الفرصة البديلة هتبقى 40,000. بقول بلغ التصنيع تكلفة تصنيع أحد المنتجات في إحدى الشركات الصناعية 30 ريال، مواد ب 14 ريال، أجور ب 10 ريال، تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة 2 ريال، تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة 4 ريال. هي تكلفة الصنع الملائمة هتبقى كام؟ تكلفة الصنع الملائمة هتبقى كام؟ واحد، المواد 14 ريال، الأجور 10، تكاليف متغيرة غير مباشرة متغيرة 2، وتكاليف غير مباشرة ثابتة 4. اتفقنا، قلنا هنستبعد التكلفة الثابتة، هنستبعد التكلفة الثابتة. يبقى بالتالي هيبقى تكلفة الصنع هي الجزء المتغير، مواد 14، أجور 10 إلى 24، وتكاليف متغيرة 2، يبقى دي 26. يبقى تكلفة الصنع الملائمة هتبقى عندي 26 ريال. طيب سؤال تاني، سؤال تاني بيقول فرض ان احدى المنشآت تنتج منتج وحيد بياناته على النحو التالي: سعر بيع الوحدة 20 ريال، التكلفة المتغيرة للوحدة 10 ريال، التكلفة الثابتة 70,000 ريال، وكمية المبيعات الفعلية 8,000. بيقول لي هامش المساهمة للوحدة كام؟ طبعا الكلام ده كله ملوش علاقة بيه، بقول له ان هامش المساهمة للوحدة بالنسبة لي هو عبارة عن سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة. سعر البيع 20، تكلفة المتغير 10، يبقى 20 ناقص 10 يبقى 10 ريال. يبقى 10 ريال. اللي هي التكلفة المتغيرة سعر البيع، اللي هي هامش المساهمة، هامش المساهمة. تمام. هامش المساهمة عبارة عن سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة. طب بيقول لي من التطورات الحديثة في بيئة الإنتاج ما يسمى نظام الإنتاج الفوري اللي هو بيقولوا عليه الجد، والذي يعني الإنتاج بحجم كبير باستخدام نظم الإنتاج المتكاملة مع الحاسب. هل العبارة دي صح ولا خطأ؟ أقولها لكم تاني. من التطورات الحديثة في بيئة الإنتاج ما يسمى نظام الإنتاج الفوري اللي هو الجد، الذي يعني الإنتاج بحجم كبير وباستخدام نظم الإنتاج المتكاملة مع الحاسب. هل العبارة دي صح ولا خطأ؟ نقول له خطأ، لأن الإنتاج الفوري ده هو اللي هي الجد، عبارة عن لا يتم الإنتاج إلا بعد وصول طلب أو إذن من العميل. تمام. طيب نفس الكلام بيقول لي إحدى المنشآت تقوم بتصنيع المنتج سي، أحد الموردين عرض توريد 5,000 وحدة مقابل 30 ريال للوحدة، وكانت التكلفة الصنع للوحدة الواحدة مواد 16 ريال، أجور 8 ريال، تكلفة غير مباشرة 10 ريال. التكلفة غير مباشرة 10 ريال ديت 60% ثابت و 40% متغير. احسبوا كده تاني معايا. المواد 16 والأجور 8، يبقى كده لحد 16 و 8 ادي التكلفة 24. والغير مباشر انا يهمني من الغير مباشر الجزء المتغير. طب 10 ريال 40% من المتغير يبقى 4 ريال. يبقى 16 و 8 24، 24 و 4 ادي 28. يبقى كان انا لو صنعت هتكلف 28. طيب لو انا اشتريت هيكلفني 30. فبيقول لي هنا قرار الصنع، قرار الصنع هيترتب عليه ايه؟ هنقول له هنا قرار الصنع هيزود لي الأرباح ب 10,000 ريال. قرار الصنع
هيزود لي الارباح بعشر تلاف. جات من الارباح العشر تلاف، انا هشتري خمس تلاف وحدة، بدل ما ادفعهم بتلاتين هدفع اصنعهم بتمانية وعشرين، فوفرت ريالين عن كل وحدة، يبقى اتنين في خمس تلاف، ادي العشر تلاف ريال اللي هي الارباح. يبقى دايما اشوف الشركة، طب لو صنعت هجيبها بكام؟ يبقى انا لو صنعت في وفر ولا في زيادة؟ الوفر عبارة عن ربح، الزيادة عبارة عن خسارة او زيادة في التكلفة. بيقول لي اذا كان سعر الشراء للكيلو من المواد الخام نوعية ممتازة 7 ريال، وكل كيلو نصيبه من تكاليف النقل ريال، وفي خصم شراء على كل كيلو 2 ريال، سعر المعياري للكيلو هيبقى كام؟ فاكرين لو قلنا لما اتكلمنا على السعر المعياري، قلنا السعر المعياري عبارة عن ايه؟ ها المفروض اشتري بكام؟ بسبعة، هنقل كل كيلو بريال يبقى 8، في خصم على كل كيلو 2 ريال يبقى 8 ناقص 2 يبقى 6 ريال. يبقى ال 6 ريال ديت هي ها السعر المعياري للكيلو. يقول لي اذا كان اجمالي التكاليف في احدى المنشآت 500,000 ريال، التكاليف الثابتة التي يمكن تجنبها في حالة التوقف 300,000 ريال. يعني انا دلوقتي بتحمل 500,000 تكلفة ثابتة. طيب التكلفة اللي انا ممكن اتجنبها لو توقفت، من ال 500 دول اقدر اوفر 300، يبقى التكاليف الثابتة اللي انا مش هقدر اتجنبها كام؟ ال 200,000. يبقى التكاليف اللي انا مش هقدر اتجنبها هي ال 200,000. طبعا في حاجات ممكن تجي لي صح وخطأ، زي مثلا التكلفة المستنفذة بتتعالج فين؟ بنقول التكلفة المستنفذة مكانها في قائمة الدخل. التكلفة المستنفذة مكانها قائمة الدخل. أما التكلفة الغير مستنفذة مكانها قائمة المركز المالي. يبقى التكلفة المستنفذة مكانها قائمة الدخل. والتكلفة الغير مستنفذة، لأن هي التكلفة الغير مستنفذة بالنسبة لي تعتبر أصل. وطالما أصل يبقى مكانها قائمة المركز المالي ضمن الأصول. يبقى مكانها قائمة المركز المالي ضمن الأصول. تمام. طبعا كنا اتكلمنا عن المقاييس الحديثة لرقابة المواد ورقابة الجودة والجزء الخاص أيضا بالتسليم. طيب الجزء الخاص أيضا باستخدام الموارد النادرة. واللي بلغ هامش المساهمة لإحدى المنتجات 20 ريال للوحدة. التكلفة الثابتة للوحدة 15 ريال. والزمن اللازم لإنتاج الوحدة 5 ساعات. طب يقول لي هامش المساهمة للمورد النادر كام؟ المورد النادر هنا الساعات. بيقول لي بلغ هامش المساهمة لأحد المنتجات 20 ريال. والتكلفة الثابتة ماليش علاقة بيه. بس بيقول لي الزمن اللازم للإنتاج عبارة عن كام؟ عبارة عن 5 ساعات. يبقى أنا لو خدت ال 20 قسمتها على الخمسة يطلع لي هامش المساهمة للوحدة من المورد النادر. يدينا هنا هامش المساهمة للوحدة من المورد النادر. يبقى 4 ريال. تمام كده. بيقول في مشروع تكلفته المبدئية 100,000. بيحقق تدفق نقدي داخل سنويا 50,000. وفي مصروفات بتخرج سنويا 10,000، يعني المشروع ده بيدخل لي 50 وبيكلفني كل سنة 10. عايز هنا فترة الاسترداد هتبقى كام؟ فترة الاسترداد هتبقى كام؟ بنقول له إن فترة الاسترداد هي الفترة اللازمة لاسترداد التكلفة الأصلية للمشروع. طب مشروع هيكلفني 100 وهيدخل لي كل سنة صافي 40، جات منين صافي 40؟ الأول اللي هيدخل لي 50,000 وهيكلفني كل سنة 10,000، يبقى كل سنة 50 ناقص 10 هيدخل لي 40.
يبقى لما يدخل لي 40 كل سنه وهو مكلفنا اصلا 100، يبقى لو اخذت ال 100 قسمتها على ال 40 يبقى سنتين ونص. ال 100 على ال 40 سنتين ونص. ايضا في جزء خاص تحليل الانحرافات بيقول افترض ان انا عندي 1000 كيلو مواد خام، المفروض استخدم ال 1000 كيلو مواد خام دي كميه فعليه، وكان المفروض استخدم 1200، يبقى الكميه المعياريه 1200 كيلو والكميه الفعليه عباره عن 1000 كيلو. السعر الفعلي 7 ريال والسعر المعياري 6 ريال للكيلو. عايز انحراف المواد وانحراف السعر، يعني انحراف كمية المواد وانحراف السعر. دايما بنقول ان انحراف الكمية، انحراف الكمية كمية فعلية ناقص كمية معيارية ضرب سعر معياري. كمية الفعلية 1000 ناقص المعياري 1200 في السعر المعياري، يبقى 1000 ناقص 1200 في السعر المعياري، طالما 1000 ناقص 1200 سالب 200، طالما طلع بالسالب يبقى انحراف ملائم. يبقى سالب 200 في 6 اللي هو السعر المعياري، يبقى 1200 بالسالب ده انحراف ملائم. طيب الكميه لما نيجي نتكلم بقى عن السعر، انحراف السعر بيساوي سعر فعلي ناقص سعر معياري ضرب كميه فعليه. طب السعر الفعلي 7، السعر المعياري 6، يبقى 7 ناقص 6 طالما موجب يبقى ده انحراف مبدئيا غير ملائم. 7 ناقص 6 في 1000 يبقى 1000 ريال انحراف غير ملائم. طيب هنتوقف لحد كده. احاول ان شاء الله دلوقتي اشوف كده لو قدرت ان انا ادخل لكم اللي هي الحاجه دي، احملها على المنتدى لو قبل، بحيث تفتحوها في المنتدى في اللقاء اللي جاي. هحاول دلوقتي ان شاء الله. تمام، هناخد بريك كده سريع، وفي اللقاء اللي جاي انا هحاول احمل الحاجه ديت على المنتدى. ادخلوا على المنتدى في مصادر المقرر وحملوا الحاجه دي بحيث تبقى موجوده قدامكم وانا بشرح ان شاء الله. يلا، السلام عليكم.